مباراة بيلعبها ودية، الراجل بيتكلم عليه كويس جدا، بيقول لك حجازي مكسب لينا. حجازي طبعا من اللعيبة المميزة، عنده صفات اللاعب جايبين لك جون طبعا. الاعداد اهو. ده هدف، ده الهدف بتاعنا ده. شفت ده كايزرسلاوي، ده شوطة دي من 35 يا ياردة كموش ايه ده، في مونشن 1960. اوعى بالماني، ده اول مباراة ليا واول هدف في هدف البوندسليج. الماني 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 لا يعني مش من بعيدة كتير. برضو. على فكرة ده بالك اللي مصلحها لي، ميكائيل بالك ده طبعا انت اللاعب جبت المعروف. الهدف ده كتير في مصر كده، جبت دي يعني من الاهداف الكويسة. حاجاتك دي. الحمد لله كنت مميز الشوط، انما دي اول مباراة ليا قدام مونشن 1960، واول مباراة في البوندسليج كان في جيلك مين يا كابتن سمير مساكين لما احترفت؟ في مصر. في الاهلي. في الاهلي كان موجود ابو الدهب، كنت انا ومحمد يوسف، كان في الحديدي محمد يوسف كان بيلعب مساك. مساك وباك ليفت تمام يعني على حسب الظروف يعني. تمام في طبعا مشير حنفي، دي المساكين اللي كانوا موجودين. بس انت كنت لعيب مؤثر كنت يعني، بلعب يعني مساك وليبرو. نفس الوضع بالنسبه يعني تشابه شويه بالنسبه لحجازي، ان انت كنت برضو لعيب مؤثر وبس لما ما جات هي لك احتراف. الفكرة، انا عايز يعني اوزن المساله، ما هي الفكرة. بص يا كابتن، عايز اوزنها بالنسبه للاعب وبالنسبه للنادي وبالنسبه لاحتياجات الفكرة النادي وبالنسبه لاحتياجات اللاعب، عايزين نوصلها برضو. هشرحها لك بشكل